مطاعم كاردية، السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. وعروض لمدة أسبوع تستمر إلى 19 أكتوبر فقط في فرعهم الكبير والموجود في حي السويدي على شارع عائشة بنت أبي بكر مباشرة. إذا ما عرفتوا الموقع اكتبوا مطاعم كاردية بيوصلكم هنا مباشرة. الأطباق والأصناف والتفاصيل في السنابات القادمة. شوفوا يا جماعة، طبق المشويات والمشاوي المشكل، هالطبق اللي تشوفونه قدامكم مشكل ومنوع وبسعر قوي جدا، 99 ريال فقط. وش يجي معه؟ كباب اللحم، كباب الدجاج، الشيش طاووق، أوصال اللحم، وأيضا الجمبري، وهنا الفيليه، واللي هنا سمك الكنعد. كل هذا ب 99 ريال، ما انتهينا. يجي معه الطبق المقبلات المشكلة اللي تشوفونها قدامكم، ما انتهينا، والخبز من المخبز حار فرش. كل هذا ب 99 ريال فقط. وهنا شوربة الحرير اللي صورناها من شوي بريال واحد فقط، هنا ريال، وهنا هتشوفونها قدامكم 99. إلى متى؟ إلى 19 أكتوبر. وين؟ في مطاعم كاردي. مع شوربة الحريرة هنا في مطاعم كاردي مدة أسبوع فقط. شوربة الحريرة باللحم المفروم أو بالدجاج بكم؟ بريال واحد فقط إلى 19 أكتوبر في مطاعم كاردي الموجودين في حي السويدي. شوربة الحريرة بريال واحد فقط. شيف، مكونات شوربة الحريرة اللي هنا؟ شوربة الحريرة دي شوربة مغربية، طبعا مكوناتها لحم المفرومة والدجاج المفروم والعدس الأسمر والإسباكتي والمكرونة والشعرية، طبعا بالإضافة لحمص الحب. طبعا دي صحتين وعافية من الشربات، شوربة الملوك والأمراء. طيب، هذا حيكون سعرها بريال واحد فقط في مطاعم كارديه إلى 19 أكتوبر. هذا جزء بسيط جدا من اللي عندهم في المنيو. قلت لهم وقفوا يا جماعة، لا عاد زودون من هالكميات، لأن المنيو عندهم كبير جدا انترناشونال. لذلك صورت لكم العرض اللي هنا 99 ريال، طبق المشاوي المشكل مع البحريات ومع المقبلات المشكل مع الخبز ب 99 ريال. هنا شوربة الحريرة بريال واحد فقط. باقي المنيو اللي تشوفونه قدامكم هذا جزء بسيط جدا، خصم 10% على جميع الأطباق، سواء المنيو الهندي أو المحجنات أو منيو الانترناشونال أو البحريات أو أي صنف عندهم ما عدا العروض اللي شفتوها 10%، حتى العصيرات 10% لمدة أسبوع، حتى المعجنات اللي هنا زي ما نلاحظ ونشوف. لذلك 10% على كامل المنيو ما عدا العروض، والعروض زي ما ذكرنا 99 ريال هنا، وأيضا هنا شوربة الحريرة بريال. يا جماعة، إذا أخذتوا طبقين مثل هالطبق اللي تشوفونه قدامكم اللي هو المشاوي مع البحريات المشكل مع المقبلات مع الخبز، إذا أخذتوا طبقين يصير 179 ريال. مثل هذا 2، وأيضا مقبلات مشكل 2، وأيضا الخبز. طبعا يجيكم كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، شيش، أيضا الربيان والفيليه والكنعد. كل هذا الطبق ب 99 مع المقبلات مع الخبز، وإذا أخذتوا الطبقين ب 179 ريال إلى 19 أكتوبر في مطاعم كاردي. الجهات المفتوحة بأقل الأسعار يوم الجمعة القادم فقط 13 أكتوبر. وش العرض يقول؟ أي شخصين بوفيه مفتوح يوم الجمعة القادم بكم؟ ب 90 ريال الشخصين مع بعض، وإذا كان العمر تحت 12 سنة 29 ريال، وإذا كان تحت 6 سنوات مجانا يوم 13 أكتوبر في بوفيه الغداء اللي في موجود في مطاعم كارديه من الساعة 1 ظهرا إلى 5 العصر تماما. جات مناسباتكم وحفلاتكم الخارجية، الخصم 20% أيضا لمدة أسبوع مهما كان الحفلة الخارجية، سواء مناسبة، زواج، اجتماع عمل، إيفنت عند محمد سلامة هو المختص في الحفلات الخارجية، والخصم 20% طبعا لمدة أسبوع إلى 19 أكتوبر.